قبل أن يلعب ضد إسبانيا. معي أيضا لو سمحت خالد بولحروز أيضا مدافع منتخب هولندا والذي عاد أساسيا في هذه المباراة. خالد in English, I think. English, yeah. Yeah. How was the game for you in the defense against against Fulham? Well, you know, before the game, that Fulham is an exceptional player with his qualities, and but I thought until the first goal we had him under control, and but you know, this kind of players, they can decide important things in a split second, and that's what they did. It was difficult. We saw the Uruguay. نعم رأينا الفريق الأوروغواي يشكل خطورة أكبر عندما تعادلوا. نعم هذا شيء طابع طبيعي عندما تتعادل تكتسب الثقة وتعود في المباراة ويمكنك أن تحقق المزيد. بالنسبة لهم كانت مهمة جدا أنهم حققوا هذا التعادل, ولكن بالنسبة لنا كانت لحظات صعبة. ولكن حافظنا على الهدوء والتركيز ولعبنا مباراتنا وغيرنا في الشوط الثاني. ماذا حدث الفارق؟ أعتقد أننا حافظنا على هدوءنا ولعبنا بطريقتنا التي نعرفها, وكنا نعرف جيدا أننا بإمكاننا أن نخلق الفرص لنحرز الأهداف, وقد كنا نعتمد على هذه الفرص. لم تكن لديك أي شكوك؟ لا 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 لا, لقد كنا واثقون من الفوز بهذا نصف النهائي. لقد أتينا إلى هنا لنحقق إنجازا جديدا وأن نذهب إلى النهائي. لديك أصدقاء كثيرون في المغرب وقالوا لي أن فرنسا أحرزت الكأس العالم مع جزائري, واليوم هولندا مع مغربي. نعم لا يمكنك أن تقارنني بزيدان. زيدان هو أسطورة وهو فريد في نوعه, ولكن أتمنى أن أفوز أو أن نفوز بكأس العالم, وليس فقط لهولندا وأيضا للمغرب. شكرا جزيلا لك محمد. شكرا جزيلا لك جمال, شكرا كذلك لخالد بلحروز وأيضا لفاندر فارت. أريجو كنت